2 equal masses m a تساوي m b تساوي m are raised at constant velocities، يعني مفيش acceleration، by light ropes that run over massless pulleys ashore. mass a is raised twice as fast as mass b، يعني سرعة ال a مرتين سرعة ال b. will the magnitudes of tensions in the ropes T A و T B will power supplied by the tension to raise M A و M B بيساوي P A و P B. طب بيسألني على علاقة ال T A بال T B، مين أكبر؟ يا ترى ال T A ولا ال T B؟ إحنا عندنا ماس A وماس B. الماس A بتساوي M، فهنا في ام اي اللي هي ام يعني في جي، لان الاثنين بيساوي ام. هنا نفس الشيء، الام بي بتساوي ام، فيبقى في ام جي، وهنا في تي وهنا في تي، دي اسمها بي ودي اسمها اي. الاكسلريشن بصفر، مفيش اكسلريشن، وبالتالي نقدر نقول ان سيجما الاف واي تساوي صفر في الحالتين. سيجما الاف واي ليه؟ لان مفيش اكسلريشن لا عند الاي ولا عند البي. ليه؟ لاني قال لي هناك كونستانت فيلوسيتيز. يبقى تي اي ناقص الام جي يساوي صفر، وهنا التي بي ناقص ام جي يساوي صفر، يبقى ده بيساوي ام جي وده بيساوي ام جي، اذا التي اي يساوي التي بي. طبعا مجرد النظر تقول ايه، طالما مفيش اكسلريشن يبقى تي اي يساوي الوزن اللي هو ام اي ام جي، ونفس الشيء في حالة البي، تي بي بيساوي ام جي للكتل المتساوي. طيب الاثنين الاولين احتمال يكونوا صح، يعني ده احتمال يكون صح وده احتمال يكون صح. اما تي اي تساوي 2 تي بي او ده، او تي اي يساوي 2 تي بي، ده غلط. فالاثنين دول خلاص. بفرض مش عايز تكمل السؤال، اتزنقت مش عارف ايه الباور، يبقى ايه الحضرة بدرة بس بين الاثنين، وبدعاء الوالدين بيمشي الحال. يعني بيسألني على الباور، هو الباور بيساوي ايه؟ الباور بتاع الاي هيساوي الفورس في الفي اي، والباور بتاع البي بيساوي الفورس في الفي بي. الفورس اللي بترفع الاي احنا حسبنا قيمتها اسمها تي اي، هنا تي بي، والاثنين متساويين، يبقى هنفرق بمين؟ بالفي اي والفي بي. الفي بي ملهاش حاجة، هي اسمها في بي، ملهاش معادلة، ملهاش اكسبريشن. اما الفي اي بتساوي 2 في بي، يبقى هنا تي بي في في بي اللي هي تي، يعني ما هو تي اي تساوي تي بي، الاثنين دول متساويين. بالنسبة للفي، الفي اي اكبر من الفي بي مرتين، اذا نقدر نقول الشغل بتاع الاي يساوي مرتين شغل ال B. طيب هل يا ترى الإجابة دي موجودة؟ أه موجودة، الشغل بتاع ال A يساوي 2 شغل ال B، يبقى دي صح. أما الأولى غلط.